ثانيه هي جايبه شقه في المخابرات. لا ايه يعني بكام؟ ب 450 بالاسم. فين هي بقى؟ اه ولا حاجه. انا ما اخدش حاجه ب 450 انا يا مايا شايبه. لا اما اخد اخد حاجه اعلى. ايه 450؟ بص المستشار مسكنه في قانون جديد. شقة عادية يعني ب 450,000 جنيه. مش اللي هي يعني. مش كده؟ ولا في تمليك ولا في إيجار مفتوح. مدة. الشقة اللي خدها وراح مدي عقد لحسين بيها. وراح حسين اللي طلعت قالت كده مش أنا. قالت لك أنا شقة. إداكي شقة تاني. قدامي شيماء. قدامي بنتي. ما سالتيش جوزك جايب الشقه دي منين؟ مفاجاه كده؟ قولوا لي. انت ست خاينه انك تقبلي الشقه من غير ما تعرفي مصدرها. هو واولاده. ابوكوا هيسيب لكم العار. لكن انا بنتي رافعه راسي. للسما السبعة. وانتوا يا قتلين القتلة سبتوا العار لاهاليكوا ولاولادكم. ما انا لو عندي بنت وعرفت ان اللي جاي يخطب بنتي ابوه قاتل استحاله اخد ابنه. واستحاله بعرضه اخد بنته. لانه ممكن ابنه يطلع زيه وبنته تطلع زيها. مش كده؟ فانت سبت لهم العار. وانا بنتي اسمها مكتوب على كتاب الله ما في احلى منه. سماء الجدع ما فيش احسن منه. سماء الجدع الحنينه. اه والله الرجوله اللي بتقف جنب صاحبها وصاحبتها معروفه شيماء. كتاب الله اسم شيماء. تقتلها على كتاب الله. تقتلها ما فيش احسن منه. مش بالذهب. خدني خرجت ما خليتكش ترجعلي تاني. مش بالذهب. كافي. على كتاب الله احلى حاجه اسمها اهو. 5000 مصحف والناس كلها عايزه تاني. اقسم بالله 5000 عملتهم لها والناس عايزه تاني. مفيش احلى من كتاب الله. انا اهديها دي. وادي اسمها دي. حبيبتي عروسه يا حلوه. حاسه التليفون اللي بتتصل بيا كل يوم الساعه 10. حبيبتي شيماء كنت كل يوم الساعه 10 تتصل بيا الصبح. حتى لو نايمه اصحى بعد كده. حبيبتي حبيبتي انا ما بنام تتصل بيا. بدري عليكي 10 الصبح. انا هاجي بيا عشرة ل 10 ما كنتش خدتي. كل يوم حد خط رقمك والله ما اتمسح ابدا. قلت رقمك ما يتمسح ابدا. شيماء شيماء انا حالتي قلبي وخدك من حضني. شيماء شيماء يعني كل يوم بتتصلي بيا الصبح وبالليل والله. حبيبتي اللي خرجك اللي خرجك يا شيماء. انا لو قعدت افتكي من رقبتي والله ما يقدر يعمل لك حاجه في الشقه وانا قاعده. موتها ثلاث لو قعدت افتكي كده من رقبتي ما يقدر يمد ايده عليكي. مشيتي ليه يا شيماء وخرجتي سبتيني؟ انت قلت لي الكوافير وراح المكتبه اجيب الشاشه. خاطك من بره بره. خاطك من بره بره يقول لك المنظره. عليك الدفنه دي يا حبيبتي. عليك وخشك يا شيماء عشان موتك. بدري عليك يا شيماء يا حبيبتي. مرض قلبنا بيعدمهم يا رب. ايمن يا خدشي جاي يتغدى في مرض قلبنا بيعدمهم يا رب. جاي يتغدى الساعه زي ما حكمتوا عليها بالاعدام يبقى يتحكم عليك. يا خدشي اعملوا الاكل بدري عشان ايمن جاي يتغدى. زي ما حكمتوا عليها بالموت تتحكم عليك يا رب. قلت لها ماشي يا شيماء. يا رب. اتصلتي باربعة انت مطلع وشايب تجيب لها حقها يا رب. تجيب لها حقها يا رب. تفكري في غدايا شيماء في ايمن اللي قتل ايه؟ يا صغيرة يا حبيبتي. فكري لي في غدا بتقول لي على اخونا. اعملي الغدا بدري يا خالتي. خدك على اخونا يا شيماء. يتغدى الساعة 2:30 حبيبتي يا دوم يا حبيبتي عشان دوم. يا
حبيبتي هو اللي جاي يتخدى وخاتك قتلت حبيبتي خاتك قتلت بتفكري يدفع حتى في السن بس حبه تقولي لي يا حبيبتي